رسالة العوائل للفيفا وللاتحاد الآسيوي وهي الأهم. حتى شو يقولون؟ يقولون العائلة تدخل للملعب، بعد شنو عذرهم ما يرفعون الحظر عن الملاعب العراقية؟ والله احنا نطالب من الاتحاد العراقي والاتحاد الآسيوي واتحاد الفيفا ان يرفعون الحظر على الملاعب العراقية. يعني هاي والله احنا العراقيين مظلومين صراحة، يعني عندنا ملاعب وعندنا بنية تحتية ها، ورغم كل هاي احنا محاربينه. احنا نريد باسم الفيفا ان يرفعون الحظر على هاي الملاعب العراقية، كل هاي كل شيء ماضي. اختي العزيزة، رسالة يعني النساء بالعراق الى العالم اجمع انه هذا الامان موجود بالعاصمة بغداد، ملاعبنا ما محتاجة شيء حتى تستقبل المباريات ويرفع الحظر. الحمد لله انه هي الملاعب كلش حلوة، ما يحتاج انه يجب جبون او فتشي، لازم يعني حالنا حال الدول البقية لازم نجي، وكلش تونسنا. وهاي بعد الملعب الملعب والجمهور اليوم شاهدتي بالدارج يرد الروح. اي والله كلش تونست، غيرت نفسيتي كلش هواية. رسالة الاتحاد الدولي، كاس عالم للشباب والبطولة الشباب ما حاضر هالقد جماهير فقط بالعراق، شوف يعني احنا مظلومين، نريد نرفع الحظر عن ملاعبنا. ايش وقت نريد نشوف منتخبنا يلعب هنا؟ شو هاي الجماهير حلوه؟ ايش وقت؟ هذا رساله الاتحاد، حالنا حال بقيه العالم كامل نظلم. رساله العائله العراقيه للاتحاد الدولي مهمه جدا. اليوم العائله العراقيه تواجدت في الملعب في ملعب المدينه للافتتاح، وكان الوضع طبيعي جدا، وهاي اهم رساله. طبعا اجواء حلوه وممتعه للامانه، يعني اطلب من الاتحاد الدولي انه يرفع الحظر عن ملاعبنا العراقيه. طبعا احنا متواجدين هنا عوائل وهوايه، فاطلب من الله ومن الاتحاد الدولي انه يرفع الحظر عن ملاعبنا. هاي امنيه كل العراقيين. واليوم من اكو صوت نسائي يطالب الاتحاد الدولي برفع الحظر، هاي اهم الرسائل. طبعا اطلب من انساني بشخصيتي يعني انه يرفعون الحظر عن ملاعبنا ان شاء الله. ان شاء الله.